إلى ذلك أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن الانتقال إلى مرحلة جديدة من تقديم الدعم للعاملين والمنشآت المتضررة اقتصاديا عبر إطلاقها ثلاثة برامج حماية لتمكين القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا بموجب أمر الدفاع رقم 14 الذي صدر اليوم وتم شمول قطاعي السياحة والنقل والعاملين فيهما ثلاث برامج تطرحها المؤسسة اليوم برنامج حماية الهدف منه تأمين العاملين في القطاعات الأكثر تأثراً بالازمه برواتب مؤقته مقدارها 50% من اجر العامل الخاضع بحد ادنى 220 دينار وبحد اعلى 400 دينار تستمر هذه الرواتب اعتباراً من حزيران 2020 شهر 6 وحتى نهايه العام. صاحب العمل في هذه الحاله ملزم بتحمل نسبة مساهمة في هذه الأجور بمقدار 20% جميع المبالغ التي تصرف وفق هذا البرنامج ستقيد كذمة مدينة على المنشآت تسدد على فترة تتجاوز سنتين بفائدة منخفضة 3% بتحملها بالكامل الحكومة نحكي هنا عن الفائدة تحديداً برنامج تمكين اقتصادي واحد هو الهدف منه تخفيف عبء الاشتراكات الضمان الاجتماعي على القطاع الخاص وبستهدف القطاعات الاكثر تاثر بالازمه. فكره البرنامج تقوم على اعطاء الخيار للمنشات لشمول عمالها بشكل جزئي في تامين الشيخوخه مقابل شمولهم بشكل كامل بتامين العجز والوفاه الطبيعيه، تامين اصابات العمل، التعطل والامومه. وبالتالي في حال لجوء المنشاه لهذا البرنامج فنسبة الاشتراكات الكلية الضمان الاجتماعي راح تنخفض من 22% إلى ربع حتى إلى 13.5% هذا البرنامج الفترة اللي بشملها اللي هي من حزيران حتى نهاية عام 2020 برنامج تمكين اقتصادي اثنين هو مبني على برنامج مشابه لمساند الثلاث ولكن في هذه المرة يستهدف العاملين الفعالين اليوم في القطاع الخاص في القطاعات الأكثر تأثر بالأزمة البرنامج راح يوفر سلفة طارئة على حساب الدفعة الواحدة حدها الأقصى 200 دينار الفئة المستهدفة في البرنامج حوالي 350 ألف عامل في القطاع الخاص